خرجت المسيرة. يحيى أنا عايز أعرف منك إيه اللي حصل بالظبط ساعة شيماء الصباغ ما اتقتلت. خرجنا المسيرة، خرجت من ميدان طلعت من شارع هدى شعراوي وطلع على طلعت حرب. ومن طلعت أنت كنت موجود معاهم في المسيرة؟ أه طبعا طبعا، من فوق. فوصلنا لحد طلعت حرب اللي كانت القوة موجودة هناك. الامين العام راح وقفنا على 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 نصيب روبي، معانا اللافته الكبيره اللي مكتوب عليها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وفيها ومعانا ورق صغير فيه في المجد للشهداء كده، كانت الزميله شيماء هي اللي رفعها. رحنا الامين العام راح يتفاوض معاهم، بمجرد الراجل شوحنا. يتفاوض مع مين؟ مع الامن، عشان يقول له ان احنا هنروح نحط اكليل من الزهور او اتنين، يقول له او اتنين يروح. يعني الامين العام لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي مهندس طلعت فهمي. مهندس طلعت فهمي بالظبط، راح يتفاوض مع الداخليه عشان يسمح الداخليه تسمح ان انتوا تحطوا اكليل من الزهور في صينيه ميدان التحرير. بالظبط. حلو، ايه اللي حصل بقى وهو بيتفاوض معاهم؟ الراجل شوح له لسه بيتدور، قام ضاربينه لحد ما اغمى عليه واقتدوه لل مين اللي شوح لمين؟ الضابط، العميد الداخليه، العميد المسؤول عنه. شوح لامين الحزب. تمام. فبمجرد ما هو بدا الضرب فيه، بداوا يضربوا علينا خرطوش وغاز لحد ما الناس كلها اتفرقت. والزميل المختار التتش والزميله شيماء الصباغ عرفنا اتضربوا، بس شيماء ما رجعتش معانا. قعدنا نسال هي فين، قالوا ودوها على القهوه. وبعد كده من القهوه ودوها على مركز الكلى برضو، ما كانت هي ايه مركز الكلى ده؟ مركز المستشفى، قالوا ان هي مركز الكلى. فعقبال ما يعني الناس عرفت ان هو وصل هنا، عقبال ما وصلت هناك كانت ماتت، ورفضوا يعملوا لها اي حاجه. راحت من هنا لهنا، كان معاها الزميله ندوة عباس والزميله عزه مطر، رفضوا، كانوا عاوزين ينقلوها من هناك. وهما بينقلوها من هناك ضربوا الزميله ندوة عباس عشان تبقى تكونش مرافقه ليها، لينا هنا على مشرحه زينهم. قعدنا فتره طويله مش عارفين اي حاجه ومش راضيين يقولوا اي حاجه. وزميل خالد علي المحامي حاول يتكلم معاهم برضو، مفيش اي حاجه لحد فين وفين، لحد ما طلع محامي والدكتور معاها. طيب عايز اسالك اسئله محدده بعد اذنك يا احمد دلوقتي. وامين عام الحزب استاذ خالد طلعت فهمي ومعاه مجموعه 4 5 وهو بيتفاوض مع الداخليه عشان يدخل ميدان التحرير تحطوا ورد في صينيه التحرير للشهداء، الداخليه ضربته. تمام. في نفس اللحظه ضربونا بالغاز في نفس اللحظه ضربوا عليكم غاز وخرطوش. تمام. هل بقى ساعتها كان في ناس عاديين، كان في اخوان، كان في مواطنين شرفاء؟ لا لا لا، هي 20 واحد فقط كانوا طالعين، كانوا في المسيره. انتوا مسيرتكم كانت 20 واحد؟ حوالي 20 30 يعني، مش اكتر. انت عارفهم بالواحد؟ طبعا. حلو، كان في حواليكم ناس تانية؟ لا 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 لا، اهالي مثلا؟ لا لا لا. اللي علبناه كانوا بيتفرجوا علينا، وكنا بنوزع البيان عادي خالص، بيان الحزب عادي خالص اللي هو اتنشر في الاعلام من النهارده. تمام. اللي ضرب عليكم غزو خرطوش الداخليه بالظبط، تحلف بكده؟ اقسم بالله العظيم الداخليه، والعميد اللي هناك ده هو المسؤول عن القوه، وهو اللي شاور على الناس، وكان بيحاول والعميد ده جه هنا قبل ما احنا نوصل، وده عرفناه من الاهالي المحيطين بالمشرح. جه على المشرح هنا؟ بيقولوا ان هو دي المشرح، وهو راح المستشفى المركز الاول قبل واعتدى على الزميله، والزميله عزه مطر ليها مصوره الفقيده وهي متوفيه، وهي باثار الخرطوش بس. تمام. ألف شكر يا أخي، شكرا جزيلا.